الجسد، فأسرعوا إليه إسراعا بلا عد، فرأوه حملا لا عيب فيه يرتعي في حضن مريم، فمدحوها قائلين: افرحي يا أم الحمل والراعي، افرحي يا حظيرة الأغنام الناطقة، افرحي يا حماية من الأعداء غير المنظورين، افرحي يا مفتاح أبواب الفردوس، افرحي لأن ما في السماء يبتهج مع الأرض، افرحي لأن ما على الأرض يتهلل مع السماوات، افرحي يا فمن للرسل لا يصمت، افرحي يا جرأة للظافرين لا تغلق، افرحي يا سندا للإيمان وطيدا، افرحي يا علامة للنعمة باهرة، افرحي يا من بها عريت الجحيم، افرحي يا من بها سربلنا المجد، افرحي يا عروس الله عروس الله. افرحي يا من أبطلت السجود.
افرح يا من أعتقتنا من لهيب الأهواء، افرح يا هادية المؤمنين إلى العفان، افرحي يا فرح الأشياء كافة، افرحي